للحديث أكثر عن الوضع الصحي في العراق وجهود الحكومة في مكافحة فيروس كورونا مع عدم ثقة العراقيين في الإجراءات التي تتخذها الحكومة، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب الاختصاصي العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الأنوار. هنالك ثمة عزوف واضح في وفاضح أيضا من المجتمع عن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، هل تعتقد دكتور أن مرد هذا العزوف هو للتقارير التي تتولى عن الأعراض الجانبية له كتجلطات، أم هو بسبب الدعاية والإشاعة المكثفة التي تحيط بهذا اللقاح؟ مساء الخير، تحياتي لكم وتحياتي للمرابطين في الأقصى شيبا وشبابا ونساء. حياك الله سيدي العزيز. نعم. سيدي العزيز، للمعلومة أول شيء ماكو لقاحات بالعراق، قاعدين يشحذون. أبو الصين يتبرع ب50 ألف، أبو كان دولة يتبرع ب20 ألف، إلى الآن ما إجا لقاح مستورد مقابل ثمن بالعراق. هذه نعم. أنا مسؤول عنها، تعمت علي. نعم. هذه نقطة. النقطة الثانية، ماكو مصداقية عدة دولة، ماكو مصداقية لا دولة ولا مؤسساتها. نعم. واكو شك، اكو شك وريبة عند المواطن. يعني الى الان انا طبيب وعراقي اريد واحد يطلع يحكي يقنع المواطن، ماكو هيجي. بعدين احنا اللقاحات كلها سليمة، بس اكو خلل عندنا، مو سليمة كلقاحات. نعم. يعني هذا مستهل الجزمة، احنا الخلل عندنا سلسلة التبريد، ماكو سلسلة تبريد، بدليل الكهرباء تنقطع 6 ساعات وتنقطع 2 ساعات. سابقا من كنا نشرب على اللقاحات، اليونيسيف كانت مزودتنا بثلاجات تمشي على النفط، فمن تنقطع الكهرباء نشغل هذه على النفط. الان ما موجودة هذه المأساة. المواطن ينظر الى كل مؤسسات ما يسمى الدولة بالشك والريبة، شك وريبة، ما عندهم ثقة بالدولة، ما عندهم ثقة بكل مؤسسات الدولة، لن يكذبون. شوف تحق علي، كل الأرقام اللي تعطيها الدولة هسه هم يقولون 8000، بس احنا نعرف الأرقام أكثر من 10000. تمر مناسبات وتمر دنيا وعالمين، كمامات، كمامة في مناطق أخرى ينطوهم الكمامات يبصقون بوجههم ما يأخذون الكمامة، لأن ذولاك الربع مدعومين. بينما بيجي مناطق أخرى الكمامة إذا ما يلبسها يغرموه 25 ألف دينار، يعني بحدود. طيب دكتور إبراهيم، دكتور إبراهيم، أنت أشرت إلى نقطة وقلت أنك مسؤول عن أن العراق لا توجد به لقاحات، إذن ما هذه الفيديوهات والصور التي تخرج بين الحين والآخر لسياسيين ومريدين ومقلدين وهم يتلقون اللقاح في بغداد وغيرها؟ حبيبي حبيبي حبيبي، داني أكل لقاحات، بس اللقاحات دريبلينج، يعني قليلة شوية شوية. هاي المساعدات اللي جتني، يعني ماكو هسه اي دولة لقحت بحدود 5 ملايين 7 ملايين. انتبه انت، العراق هم حسب ما يدعون الى الان ما حدود، يعني تقريبا 100-120 ألف من مجموع 40 مليون. يعني هذا انا احسبه لقاح، يعني انت من تلقح 120 ألف من مجموع 40 مليون، وكل مركز صحي، كل مؤسسة صحية حاطين بيها 50 جرعة 70 جرعة. روح انت من تشوف اللقاحات والدنيا اللود الصاير، يعني الازدحام اللي صاير على المنطقة، يعني ما بيها انسيابية، فيضطر المواطن ان ينهزم حتى لا ينصاب. نعم نعم نعم. هل تعتقد دكتور ان لقاحات او ان اللقاحات المضادة لكورونا على تعدد انواعها ما زالت فوائدها اكثر من اضرارها، على الرغم من الحديث عن التأثيرات الجانبية؟ نعم نعم. كل الان انا مسؤول عن كلام. نعم. كل اللقاحات، يعني احنا هسه مع منظمة الصحة العالمية ومع دول معتبرة، افتهمت علي؟ يعني هسه بريطانيا ملقحة 60 مليون، ماكو وفيات، ماكو شيء دوكيومنت، يعني توثيق هذا مات من تلقح. بس اكو صراع شركات، هذا يسوي تجلط، هذا يسوي كذا، ماكو هالشيء. يعني اجروا كيسات تشريح مشرحة، افتهمت علي؟ ما طلعت مصابة نتيجة اللقاح، ماكو هالشيء هذا. أنا مسؤول عن كلامي، كل من يلقح يصير بالسيف سايد، حتى إذا جرعة واحدة، وبالجرعة الثانية، وهسه أكو دراسات ممكن يأخذون بوستر دوز، جرعة إضافية بعد سنة. يعني اليوم بريطانيا إنجلترا أعلنت، اعتبروا هذا مو اسمه وباء، مو وبائي، يعني معدي من الأمراض المعدية. ليش؟
بدوا سو ايرلي، بدوا مبكرا باللقاح. الان بريطانيا صار ملقحين 60 مليون، اكثر من 40 مليون جرعتين. يعني هذا رقم. فاحنا بالعراق يمتى تقول انت يعني الفحوصات قليله فالنتائج يقول لك 8000، بس خلي يجري فحوصات اكثر من 20000 30000 بيرتي باليوم، تطلع الكيرف مالتك يصعد لل 40000. والمعلومه الطبيه احنا الى الان احنا بالموجه الثانيه، بعدنا ما دخلنا بالموجه الثالثه. نعم وصل. شكرا لك الطبيب الاختصاصي العراقي الدكتور إبراهيم سليمان، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا لك.